نقول يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي بلشنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتوا سوى الرياجي ولا لعن والدي والديكم. هذه رسالة لابن الذيب لمعط، أقول يا بعض الحكام الخليجين بالعقل والزين، حنا اللي والله ابتلشنا بقطر الخميني متراضين، وحكامنا بالقول والحكمة صابرين، أما تجون وتسلمون على خادم البيتين وتطلبون رضاه، ولا بنجيكم بنلعن والدي والدي والديكم.